ولان الحواديت ما بتخلصش في ظل الارتباك اللي موجود في البطولات الافريقيه، يعني ما تشوف دوري الابطال وتشوف الكونفدراليه هتلاقي في دوري الابطال الازمه بتاعت الاهلي والفار اللي مش شغال والكاميرات اللي ما دخلتش والتصوير السيء بتاع مباراه مازيمبي مع الاهلي في الكونغو. الناحيه الثانيه في الكونفدراليه الماتش بتاع اتحاد العاصمه ونهضه بركان اللي ما تلعبش ولغايه النهارده ما اتخذش قرار، رغم ان في لجنه تنفيذيه للكاف انعقدت اليومين اللي فاتوا وبتتكلم عن تطوير البطولات الافريقيه وكلام على الورق فقط، لكن على ارض الواقع مش موجود. بدات تظهر اخبار انه اقامه كاس الامم الافريقيه في المغرب السنه الجايه في الصيف مساله صعبه جدا. قالوا الاول انها هتتلعب في الصيف في وقت بيتعارض مع ميعاد كاس العالم للانديه. بعد كده قالوا لما بدات الناس تزوم من الاهلي قال لك انا طب ازاي هتلعب كاس امم مع كاس العالم للانديه؟ طب واللعيبه بتاعت اللي هتروح المنتخب المصري او لعيبه الوداد اللي ممكن تبقى مع المنتخب المغربي او كل اللعيبه اللي بتشارك مع الاهلي والوداد في منتخبات اخرى زي معلول في تونس زي اليو ديانج مالي وزاد لعيبه الوداد والكلام ده، يعني غير ان في ناديين في افريقيا لسه هيتحددوا يشاركوا مع الاهلي والوداد، ربما يكون سان داونز، ربما يكون الترجي، ربما مازيمبي، الله اعلم. فهتلاقي برضو في انديه اخرى هتتازم. فقال لك خلاص نعملها بعد كاس العالم للانديه، يعني كاس العالم للانديه تلعب من نص 6 لنص 7 السنه الجايه، وكاس امم افريقيا تتلعب في النص الاخير من 7 لغايه النص الثاني من 8. فبدات الانديه الاوروبيه تتازم ازاي هتلعب كاس العالم للانديه وعندي اللعيبه هتشارك فيها. لان النهارده بقى كاس العالم بتاع السنه الجايه في ايه بقى؟ في ريال مدريد وفي تشيلسي وفي مانشستر سيتي وبورتو بنفيكا ويوفنتوس وانتر ميلان وانديه كتيره جدا من الانديه الكبيره في اوروبا وبايرن ميونخ وبروسيا دورتموند وكل الانديه الكبيره دي، غير الانديه الاسيويه زي الهلال، غير الانديه المصريه زي الاهلي، الانديه الافريقيه الوداد زي ليون المكسيكي زي اوراوا الياباني، يعني انديه كتيره جدا، اتلتيكو مدريد الاوروبي. فقال لك ازاي هلعب كاس عالم انديه وبعدين اسيب لعيبتي شهر تاني للمنتخبات الافريقيه؟ انت عندك لعيبه مهمه بتلعب في المنتخبات الافريقيه على راسهم نجمنا محمد صلاح مثلا كنموذج، يعني لعيبه كتير نجوم موجوده في مصر وموجوده في السنغال وموجوده في نيجيريا وموجوده في غانا وموجوده في المغرب كتير جدا. فاللجنه التنفيذيه انصاعت واضطرت للكاف ان هي تبحث وربما اتخذ قرار في الكواليس لم يعلن حتى الان ان كاس الامم الافريقيه، وانا لغايه دلوقتي مش عارف ازاي، هيتلعب في يناير 2026. وده الكلام اللي بيقوله صحيفه البطوله المغربيه. اللجنه التنفيذيه للكاف تتجه لتاجيل موعد اجراء كاس افريقيا له امم افريقيا في المغرب 2025 حتى يناير 2026. اهو ولو عندنا الكلام يا جماعه اللي في الموضوع، وكانت تقارير صحفيه قد اشارت الى استقرار الكاف على اجراء البطوله في صيف 25 الى ان تضارب المواعيد بين الكان وكاس العالم للانديه في النظام الجديد بعثر اوراق الاتحاد الافريقي. وقال لك ان متسبي قال في تصريحات سابقه ان هو عايز تتلعب البطوله بس بما لا يتعارض مع كاس العالم، وحسب الصحفي ميكي جونيور فان اللجنه التنفيذيه للاتحاد الافريقي تقترب من نقل الاقتراح المعتمد لتاجيل الكان الى يناير 26. واشار المصدر ذاته في تدوين عبر حسابه الرسمي على موقع اكس ان النسخه القادمه من كاس امم افريقيا ستقام في يناير 26 بدلا من يونيو 25. السؤال بقى، يعني انت خلعت من كاس العالم للانديه، طب 26 في كاس العالم للكبار في امريكا في يونيو، يعني هتلعب كاس امم افريقيا في يناير واللعيبه الاوروبيين المحترفين في اوروبا الافارقه هيلعبوا وبعدين يستكملوا دوريات بلادهم وبعدين يلعبوا كاس العالم للكبار في 26؟ ما اعرفش ازاي ده هيحصل، ما اعرفش. الضغوط على اللعيبه بقت رهيبه جدا، واقامه البطولات بكثافه بقى كتير جدا، والبحث عن المادة بقى كتير جدا.